الله اكبر. على جبل، على جبل دورين، على جبل دورين ابراهيم قصب الجبال. الله اكبر الله اكبر. قصب البراميل المتفجر على جبل دورين 17/8/2013. قصب البراميل المتفجر على جبل دورين من الطيران المروحي. البراميل المتفجر على جبل دورين 17/8/2013. قصف بالبراميل المتفجرة التي تلقيها الطائرات المروحية. هذه الخيام التي كانت تتحصن بها عصابات الأسد وتم الاستيلاء عليها من قبل الجيش الحر. قصف بالبراميل المتفجرة على جبل دورين 17/8/2013. قصب البراميل المتفجرة على جبل دورين ريف الأسد ضمن معركة تحرير الساحل.